في مسجد مسجد فيه ما في بس مسجد ما في مويه بعيد المويه هل اتيمم ام اروح اوضو بعيد؟ لا يجوز الانسان ان يتيمم الا اذا عدم الماء كالانسان المسافر او خاف الضرر باستعماله كالمريض. واما اذا كان الماء بس عنه قريبا يعني في البلد لكنه في مسجد ليس فيه ماء فانه يذهب الى الماء ويتوضا ثم يصلي ولا بد.